فحش الله من شهر يقال له شهر الصيام شريف الأشهر الحرم. جميل جميل يا شيخ بدر، يعني ربنا يفتح عليك كمان وكمان. هيا يا شيخ بدر، يهمنا نعرف قوي يعني المنشد الديني ازاي حياته بتبقى ماشية. يعني الحقيقة انت بالليل الناس بتحب تسمعك جدا، نهارك عامل ازاي؟ بتتدرب ازاي؟ بتسمع ايه؟ بتنمي اللغة العربية احيانا عشان تبقى اللغة طبعا العربية طبعا طالعة طبعا رصينة طبعا وبالشكل احنا سامعينه. احنا عايزين نعرف من حضرتك بتتدرب ازاي وبتعمل ايه طول اليوم عشان نوصل للانشاد الديني طبعا. الرائع اللي احنا بنسمعه هو بالليل ده. طبعا زي ما ذكرت حضرتك، لما يكون الاساس سليم تبني عليه. صحيح، فطبعا حفظ القران ده اللي هو الماده الأساس. اللي بتخلي البني ادم في ثقل حتى بحياته. جميل يا شيخ بدر، صحيح فطبعا كان صحيح. نظام الكتاتيب كان عندنا عندكم يعني أنا عيلة مداحين لكن بنحفظ القرآن الكريم ده طبعا أساسي. طبعا ده لازم. ولدرجة إن السيدة أم كلثوم الله حتى يرحمها. مخارجها في الأغاني العاطفية جاية من إيه؟ تحسين القرآن. صحيح صحيح يا فضيلة فبسألتك، الشيخ، صحيح. فالقرآن ده مهم جدا مدخل مهم قوي يا فضيلة الشيخ، جدا لازم جدا. المنشد الديني إلى حد كبير جدا يكون حافظ ده القرآن لازم الكريم لازم يكون كده. أساسي. لأنه هو أصل السيد متولي الشعراء، وقال كلمة كويسة أوي سمعتها منه أنا، يعني فضيلة كنا في الشيخ لقاء متولي معاه الشعراء رحمة الله عليه، رحمة الله عليه. طبعا بيقول لك المنشد أو المداح داعية زي الواقف على المنبر بالظبط، طبعا بس داعية مظبوط. منغم، يعني النغم بيخش جوه الجسم، لأن الجسم أساسا مليان موسيقى. يعني سيادتك تسمع أي حاجة فيها موسيقى كده بتهزي طبعا يا مخبرك، شيخ، أو تنغم قرآن بتتفاعل معاها دايما. تتفاعل معاه، فهو مبني على الوجد. ربنا يستر. فهنا عشان كده الوجد والتربية دي أهم شيء. في طبعا لازم الإنسان يسقي نفسه. طبعا يا فضيلة الشيخ، ازاي يا فضيلة الشيخ؟ بيسمع برضه مداحين كانوا في العهد السابق برضه، ده الشيخ علي محمود، ده الشيخ طه الفشني، الشيخ سيدنا الخشبندي، رحمة الله عليهم ناصر الدين جميعا. طوبار، دي اقتبس منهم برضه. حتى النغمات المقامات الموسيقية نفسها، النقلة نفسها. فدي الحمد لله، يعني ايه دايما بطلع، واخد بالي سيادتك، بس ما بغيرش في الاصل، ودي مهم جدا. اتطور بس الاصل ما تقربلوش. جميل يا شيخ. يعني مثلا لو مخبج زي الاهرام، تمام. اعملي صوت وضوء عادي وبتاع عادي، بس ما تجيش مثلا تعملي في كل حجر لمبه تضيع المعالم بتاعت صحيح نفس الحكايه يعني. صحيح. طيب الحقيقه اللي بيوصل لنا يا شيخ بدر ان كل الانشاد الديني شكل واحد طبعا، هو لا اكيد ما يعني في انواع مختلفه وفي اشكال مختلفه. يعني احنا عايزين نعرف من حضرتك، في الوان مختلفه من الانشاد الديني ولا بياخد شكل سؤال واحد؟ جميل، سؤال جميل من اتفضل. قناة متعلمة. ربنا يكرمك يا شيخ بدر، اتفضل. أولا النشاد مش كل واحد، مش كل واحد. بينقسم إلى إيه؟ الابتهال. الابتهال ده اللي هو ايه بقى يا شيخ الابتهال بدر؟ ده اللي هو اسمه الإنشاد الحر، ما بتقيدش بأي لفوف ولا موسيقى، زي شيخ الخشبندي كده وناصر الدين طوبار. يعني بيقول ابتهال، بيوزن نفسه، بيوزن نفسه وبقول ابتهال معين اللي هي ايه، التهجد او التوسل بالله سبحانه طب وتعالى. لو سمعنا مثلا يعني لكل حاجة من اللي حضرتك هتقولها دلوقتي، مثلا الابتهال بيبقى عامل ازاي ونسمع، والانواع التانية ونسمع برضو من حضرتك يا شيخ بدر. عظيم يا الله يا رب، قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، مالي مالي على حملها صبر ولا جلد. ده اللي
الهدال التهالي يا شيخ بدر، الهور. ربنا يفتح عليه. جميل يا شيخ بدر. في بقى اللي هو المنشد والمداح. المنشد والمداح. كلمة مداح جاية من اسمها، بيمدح في الذات العليا، بيمدح في رسول الله وفي أهل بيته. جميل ده جميل. المداح الله. بيشترك مع المنشد في ايه، في الآلات. بيستخدم بقى المداح، بيستخدم الإيقاعات اللي هي الطبلة والرق والحاجات دي، أما المنشد فبيستخدم الموسيقى. طيب نسمع كده يا فضيلة الشيخ، اتفضل. فعندك مثلا ايه المداح، عندنا خصائص احنا بنقول لها ايه، صل يا ربي وسلم، صل يا ربي وسلم على النبي خير البرية، هذه الدنيا، الدنيا كساعة، اجعل الأعمال طاعة واغتنم خير بضاعة، هي الصلاة على محمد. دي بالإيقاعات بتاع الجفوف الإنشاد. واضح الاختلاف يا شيخ بدر. الإنشاد بقى اللي هو القصائد بتتم اللغة العربية، واخد بالك، الوزن والحاجات طبعا دي مهمة جدا، الوزن والقافية والكلام ده. والمنشد بيحاسب جدا انه يجيب الفتحة فتحة والكسرة كسرة والضمة ضمة والغام وكل حاجة، يعني نفس حتى القواعد اللي بنمشي بيها في قراءة القرآن بالظبط الكريم، كده. الغام والقلقلة لازم يعني ما يكونش هو قد الكلام ده ينتقد، واخد بالك. جميل يا شيخ. فهنا عندي طبعا انا بستخدم هنا في حاجة اسمها ايه، الآلات الشعبية اللي هي الكولة. الكولة غير الناي. ازاي بقى، ايه الفرق يا شيخ؟ الناي موسيقى عربية، تمام، واخد بالك، بتكون من حوالي 9 خروم أو 6 خروم يعني. الكولة 5 خروم بس. بس هي بتدي بيسموها الحزينة الجميلة يعني. الكولة دي زي حضرتك فيلم محمد قنديل لما كان بحار والكولة شغالة، بتبقى فيها شجن أكتر. اكتر من ناي. جميل. ثانيا بقى في كمانجه، كمانجه غير برضه اسمها كمانجه شعبيه، غير الكمانجه اللي هي يعني معروفه هي على نفس الموسيقى بتاع بس الاستخدام بتاعها شعبي. بس جميل. لان بقى هنا الفرقه اللي معانا بتعتمد على السماعي، الموهبه عندهم. محدش بيديهم لا لا ولا نوتة نوتة، يقروا منها ولا لا لا حاجة. لا يعني ممكن اقول اي نغمه انا كده واقف هم يركبوا عليها يدخلوا على طول يعني. ده عشان ممكن كده احيانا يحصل ده في الحفلات في اثناء الحفلات حتى من الاداء قدام الناس يا شيخ بدر. طبعا يعني مثلا انا اقول نغمه معينه جت يدخلوا. كده هم ما عندهمش فكره يركبوا بيها، لان ما هنا شاء الله برضو خبره. يعني لا ولا بسميها ابداع، معلش طبعا يعني عشان الناس تاخد حقها يعني، معلش ده ابداع. بيبدعوا طبعا طبعا يا ولذلك شيخ لما بدر. بيجوا ناس اجانب يشوفونا، بنعرض في بيت السحيم كل حد، فبيبقى في اجانب لما الفرقه بتسافر بره بيستغربوا ان بيسموا سامع. بتاع الكمانجه وبتاع الربابه انه ده مبدع. طبعا. يعني عندك الربابه حضرتك من وترين ويطلع منها بتطلع انغام نغم كتيره كلها، جدا. ايوه واخد طبعا يا بالك. شيخ بدر. فده يعني احنا عندنا ابداعات في مصر بس مش واخده حقها. احنا بره بنستقبل استقبال الفاتحين، الفرق لما تطلع لفيت بره. بره يا شيخ بدر. والفرقه بتاعتنا على فرقه فرقه النيل النيل الانشاد. انشاد الدين، هي تابعه بتمثل لهيئه الدوله قصور يعني. الثقافه. طبعا. بتمثل الدوله. الجمهور بيستقبلكم ازاي يا شيخ بدر؟ الجمهور الغربي والجمهور العربي. اول حاجه الجمهور الغربي يعني ناصح جدا، معلش يعني، ولما يتعمق في حاجه بيتعمق فيها قوي، ما بتعديش عليه حاجه يعني. بيسمعوا النغم والتوافق، ان الناس دي غير مدربه، وازاي يعني بلمسه بلمعه عين كده الطبله تطلع والكمان يطلع مره واحده، في تناسق وتوافق تناسق. تام بين الله ينور الناس اللي عليك. بتشتغل. الكلام اللي لفت عليك، التناسق ده بيخليهم هما في ابداع. عايزين يعرفوا ده ثانيا ايه. بقى النغم الانشاد او النغم الفن الشعبي عامه، عشان نجمع برضه ايوه واخد بالك برضه عشان كل سنه ده حقه، بتعتمد على النغم. يعني مثلا زي حضرتك الاغاني الهنديه،
هتشوفهم كلامها لا بس خالص. استمتعي بيها، في ناس كتير النغمه بتحبها. بتاعتها، النغمه بتاعتها. جدا. فهنا الانشاد الديني بقى زي ما قلنا هما مش فاهمينك يا شيخ بدر، لكن مستوعبين النغم جدا، قارئين النغمة او سامعينها كويس. جدا، وبعد كده بتبقى فيه ترجمات، بيقعدوا يقروا الترجمة بقى اثناء الترجمه العرض. وبيدققوا جدا وما شاء الله يعني. وبعد كده بيعملوا مناظره او محاضره على الكلام يعني اللي اللي بيتقال تقال. دوت. تمام. ده بالنسبه بقى للانشاد الديني زي ما كنا اتكلمنا. ناخد الانشاد الديني، عايزين نسمعه بقى. يعني مثلا في حاجه اسمها السولو، بيطلع بتاع الكمانجا او بتاع الكوله بيديني اللازمه، وبعد كده يسلم لي ارضيه، يسلم تبقى لك ارضيه بقى يا شيخ بدر يسلم لي ارضيه عشان عشان اركب عليها، تتكلم بقى. اركب عليها. فمثلا في حاجه اسمها الغزل العفيف. جميل. الغزل العفيف ده نوع من المدح، يعني ممكن زي رابعة العدوية كده يا بالظبط. شيخ الله بدر. ينور عليكي، على العاشقه، واخد بالك ازاي، الاشق عاشقة. الالهي يعني. يعني زي بيقول رابط لك الأشق الإلهي. انتم لكم ليله وانا لي ليله، الليله بتاعتي التغزل في الجلاله. والحق سبحانه وتعالى. فهنا سلام. مثلا ايه، بكيت على من زيل الحسن وجهها وليس لها شبه في عرب وأعجم، لها علم لقمان وصورة يوسف وترنيمة داود وعفة مريم، وأنا لي حزن يعقوب وحسرة يونس وبلوة أيوب وقصة آدم. الله يفتح عليك يا استاذ بدر، جميل رائع يعني، ربنا يديك صحة ويعني يفتح عليك أكتر وأكتر. بتحب تسمع مين من المنشدين يا شيخ بدر؟ والله عندنا طبعا الأسطورة بتاعنا الشيخ ياسين التهامي، طبعا طبعا، ربنا يديله يعني الصحة ما شاء الله يعني، ما عليه، شاء يعني الله عليه. ده يعني من الناس طبعا ربنا يديله الصحة، أحسن ما اللغة شاء الله. العربية، وما طبعا شاء الله يعني طبعا. أضاف للمدح جامد جدا طيب يعني. الشيخ محمد الهلباوي و... طبعا ده اسمه ابتهال بقى، قلت لحضرتك ما حضرتك قلت الابتهال كمان. محمد الهلباوي طبعا حاجة تانية، طبعا. ودي جزار يعني ربنا يديهم جميع الصحة، والحقيقة شيء رائع انك تدخل هذا المجال. الحقيقة المجال ده اداك يا شيخ بدر زي ما انت اديت له، ثانية. اداك زي ما انت اديت له يعني، تحس حضرتك انك خدت حب جمهور، حب الناس. الله الله، دي احسن يعني كلمة قلتيها، حب الجمهور ده وحب الناس لا يقدر بمال. اللي الناس اللي بتحبك في المجال ده الحقيقة سبحان الله مرتبطة باللفظ، مرتبطة بالكلمة، مرتبطة بالنص الرائع اللي فيه سمو ايوه أخلاقي وسمو ديني، فده طبعا، شيء رائع يعني، حب غير أي حب يعني لا طبعا الحقيقة. يعني، يعني يكفى مثلا بفرح انه مثلا بيحفظوا القصائد بتاعتي. الناس بتستقبلك ازاي يا شيخ بدر؟ يعني لما بيجي لك جمهور مثلا في حفلة، هو أولا طبعا بيستمع الحفلات عندنا كويس احنا أوي، بتستعدوا ليها ازاي والجمهور بيستقبلك ازاي؟ الحفلات بتنقسم قسمين. اتفضل يا باشا. الحفلات الرسمية اللي بتبقى مثلا تبع الوزارة بالمسؤولين والكلام دون، وفي بقى الحفلات اللي تبقى في حلقات الذكر، موالد. بتروح ده الموالد كمان يا طبعا شيخ ده بدر، جمهور بيبقى حاجة اهم تانية. اهم حاجة هنا الموالد. بقى الاستمتاع بقى. ناس كتيرة بتروح الموالد على فكرة طبعا عشان تسمع طبعا الانشاد بس. يعني بيقفوا قدامية بالحوالي بالألف نفر صحيح يذكروا، صحيح. ويديك انت بقى هم عطاء، بيقول لك ساقي، انا الساقي وهم الحالب، مقولة كده يعني، انا بسقي
وهم بيشربوا، طبعا طبعا يا ففي شيخ، تجاوب وتناغم طبعا بينهم وبين بعضنا يعني. طبعا يا شيخ، بس صحيح صحيح، ثانيا بقى كمان نسينا نقول حاجة، اتفضل. الإنشاد برضه بينقسم إلى إيه؟ إلى مدح الرسول طبعا وأهل بيته والمواعظ رائع، جميل يا شيخ، الحكم، جميل يا شيخ، يعني فاكر الناس إن بس لا الحكم مهمة جدا، زي القرآن بتاعنا افعل ولا تفعل، صحيح. واخد كمان بالك؟ في الانشاد في حكم مواعظ ده عشان الناس تسمعها وتتعظ والله يا يعني. أستاذة بيخش جوه الجسم بيسري لدرجة إن في ناس يعني معلش تكون عاصية وربنا بيهديها سبحان الله بالسباح هذا النوع من الانشاد. يعني ماخد بالك، يعني بنتكلم مثلا على الجار، على ال الله، على ال جميل. يعني ماخد بالك ازاي، على ال على سمعة الطاعة للأم، ده مهم طب ما جدا. تسمعنا يا شيخ بدر كده، يمكن حاضر، الناس اهي كتير قوي هيشوفوك دلوقتي أنا وهيسمعوا أقول كده، يمكن كده يتعظوا سبحان وبعد كده الله. إن شاء الله ننتقل للعيد بقى شوية. وهننتقل العيد ان شاء الله. هو كل المدح يعني احنا بنقول هنا ايه؟ يا عاصي والدي عملت ايه في شبابك، وعز الاحباب عمل لك في الطريق جارك، يا عاصي والدك عملت ايه في شبابك، وعز الاحباب عمل لك في الطريق جارك، حديث عن النبي وصك على جارك، لو خنت جارك لو خنت جارك لحي عزوك في شبابك. يا جميل سيدي جميل ده يا شيخ بالنسبة بدر. لإيه؟ حول الأم مع بعض، بتاعت الأم ومع الجار، ومع الجار، ومع جميل الجار، صحيح. وبعد كده بقى اللي هي ايه؟ كلام على الدنيا ومن فيها والناس اللي كانوا، يعني الاصول دي مهمه جدا. يعني مثلا في موال قلته يقول ايه؟ كذاب يلي تقول الاخ يتعور، لو راح المال بيتعور، يا زارع الصبر يا زارع الصبر اسقيه بماء معروف، في ناس بتحب الاسية وناس بتكره المعروف، سمعنا مثل من اللي قبلنا قالوا تزرع جمايل مع المايل، مش منظورة تتعاون. دي حكمة. جميل جميل رائع الحقيقة. يمكن بنتكلم عن العيد بقى كمان يا شيخ بدر، طبعا بتستعدوا للعيد ازاي؟ وبتسمع الناس بتحب تسمع منك ايه في العيد طبعا احنا عندنا هناك يعني في أسوان؟ الحمد لله ما زلنا يعني الحمد لله يعني برضو برغم الفيسبوك والكلام ده ما يعني الفيسبوك. بس الحمد لله برضه متأثرين بيها. بنتلم في الضيافة العيلة ويطلعوا بتكبير من المضيفة إلى المقابر اللي فيها الصلاة في الخلاء، يعني نطلع بتكبير بتاع العيد جماعة التكبيرات وجماعة، اللي بتاعت العيد. أيوة وجماعة مثلا قبيلة تانية جاية من الشارع التاني كلكم بقى والقبيلة، بتبقى في منتهى الجمال حاجة عشان يعني تتجهوا لمكان الصلاة للمكان الصلاة. وتقولوا ايه بقى؟ واخد بالك؟ فهنا ايه بنيجي بقى ايه عند نصلي وبستك، وبعد كده تقام بقى فرح العيد بقى، فرح العيد كل واحد بقى ايه بتلم في الميدان، ميدان القرية. واخد بالك؟ بيجي واحد زينا بيقول عليه، يعني بيقول عليه مشهور مثلا، لان بقى لازم بعيد هناك، فاجي ربنا مثلا يديك الصحة. اجي واخد بالك نعمل بقى ايه على العيد. فبنقول حاجة على العيد برضو ايه؟ عينك ما تشوف الا النور، حبايب داير ما يدور، عينك ما تشوف الا النور وحبايب داير ما يدور، عينك ما تشوف الا النور، اتلموا الاهل والحبال وجوا من كل البلدان،
لموا الأهل والحبال وجوا من كل البلدان، بهنوا بعضهم كمال بهدى بقدوم العين. عينك مكشوف إلا النور، عيد سعيد على الناس وهم بيها الإحساس. ولا يمكي تلبين باس في كل ده كله في العيد. عينك ما تشوف إلا النور. ربنا يديك الصحة الشيخ بدر، ربنا يفتح عليك أكتر. بنشكرك جدا وبجد يعني استمتعنا جدا بكلامنا مع حضرتك، ونتمنى بجد يكون لنا لقاء آخر إن شاء الله، وكل سنة وحضرتك طيب. وانت طيبه والله، وانا حاسس ان قاعد في مكان تعليم. ربنا يخليك يا يعني شيخ انا بدر، بسجل احنا فقرات السعداء. بس صراحه هنا ليها هبه كده لا ازاي جامده. ده، احنا اللي لا سعداء لا بيه ما شاء جدا الله والله. ما شاء ربنا الله يديك ما الصحة شاء يا شيخ الله. بدر، ومستنيين كمان نسمع منك كل جديد إن شاء الله ان شاء الفترة الله. كل الجاية. سنه وانت طيب يا فندم، كل كل سنة سنه وانت وحضرتك طيب، وكل سادة المشاهدين بألف طيب. خير. بنشكركم مشاهدينا الكرام، وكان لقاءنا النهاردة مع المنشد الديني الشيخ بدر الأسواني. كل سنة وحضراتكم طيبين، ونشوف حضراتكم على ألف خير إن شاء الله في حلقة قادمة، وبرنامجكم ينابيع المعرفة.